مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عين على الأسبوع. بعد توجيه مجلس الوزراء آخر الأسبوع بإجراء مراجعة قانونية لمشروع قانون العفو العام، يبدو أن القانون أصبح أقرب للتمرير من أي وقت مضى تحت قبة البرلمان، بعد أن دفع تحالف السيادة بهذا الاتجاه ضمن الدورة النيابية الحالية. مزيد من التفاصيل عن هذا القانون وهذا المشروع نتابعها في هذا التقرير. قانون العفو العام أقرب من أي وقت مضى ليرى النور بعد أشهر طويلة من المفاوضات والضغوط التي مارسها تحالف السيادة. اليوم آلاف الأبرياء الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالقوة ينتظرون قانون خلاصهم من الظلم. قريبا يعني سنمضي بالتصويت على قانون العفو العام بعد ما يجي الحكومة. حقيقة موعد ما موجود، لكنه يعني الكلام صار عليه كثير جدا، عمل أيضا موجود عليه، عدت ورقة يعني القانون بشكل كامل، نقاط الخلافية يعني تم إزالتها واتفاق عليها، مجرد ننتظر هذا القانون يأتينا من الحكومة حتى نشرع بالقراءة الأولى والثانية والتصويت عليه. داخل البيت التشريعي تعلم الكتل النيابية حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له السجناء الأبرياء في العراق، حيث يعتزم النواب تمرير القانون في أقرب وقت ممكن لإنصاف هؤلاء السجناء الذين تتفاقم أوضاع ذويهم يوما بعد آخر. جميع الكتل السياسية قلوبهم إيدهم على قلوبهم، ونعرف أحوال السجون الحالية في العراق، وعلى لسان وزارة العدل عندما استضافنا في اللجنة القانونية قال بأنه الأوضاع يعني سيئة، وهناك أعداد كثيرة تجاوزت 63 ألف سجين في سجون العراقية مكان ما عندهم، البناية تكفي ل 5000 فيها 9000 سجين، فلهذا لابد أن نشرع قانون العفو العام. ويؤكد متخصصون أن القانون سيكون مهيئا للتشريع بعد تجاوز العقبات القانونية والسياسية، إذ سينعكس إقرار القانون بشكل إيجابي على التفاهمات بين القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة لتشريع قوانين مهمة تخدم العراقيين جميعا وتحقق استقرارا كاملا للبلاد، فضلا عن نهضة عمرانية واقتصادية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. للمزيد ينضم إلينا الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، للنقاش حول هذا الموضوع. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل. دكتور، مثل ما سمعت أعضاء في اللجنة القانونية النيابية يقولون أنه لدينا قرابة 63 ألف سجين ولم تعد تكفي السجون للمساجين أو النزلاء الموجودين والمحكومين، فآن الأوان للعفو العام. لكن بنفس الوقت هي القضية مخيفة لأطراف أخرى، مخيفة لكثير من الناس، أنه عفو عام لمن؟ لمن برأيك سوف يصدر العفو العام؟ وكيف قرأت هذا القانون بعد توجيه مباشر من رئيس الوزراء، اللي هو نتحدث اليوم عن مشروع قانون وليس عن مقترح، يعني جاي من أكبر من رأس الهرم في السلطة التنفيذية بالبلاد. تفضل. تحية لحضرتك ولكل المتابعين من المشاهدين الكرام. في الواقع هذا واحد من أهم القوانين اللي تنتظر العائلة العراقية، ليس في ضمن مكون واحد ولكن كل المكونات. وهذا القانون في حال تم تطبيقه إنما يعزز السلم المجتمعي ويعزز العلاقة بين المجتمع والحكومة، ويعطي رسالة بتوجه سياسي وحكومي أن الدولة نظفت السجون وأن الدولة عازمة على الانطلاق نحو مرحلة جديدة فيها انفتاح، فيها استقرار، فيها تعزيز لدور المؤسسة الأسرية في بناء المجتمع. هذا القانون أو مشروع القانون اللي رفع البرلمان من خلال تشكيل لجنة، في اللجنة القانونية أصبحت هي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصبحت هي المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع وتقديمه إلى البرلمان. وعلى فكرة هذا المشروع هو ذات النص الذي صادق عليه البرلمان عندما صادق على البرنامج الحكومي لحكومة السيد
محمد الشيع السوداني في تشرين أول 2022 يوم المصادقة على الحكومة أيضا وبرنامجها ضمن اتفاق أطراف إدارة الدولة تقصد. هذا اللي أريد أتحدث عنه. هذا القانون وقوانين أخرى اعتبرت قوانين سيادية. أكو قوانين مهنية خدمية تأتي من المؤسسات التابعة للوزارات والوزارات، وبالنتيجة هو يمثل يعني قانون مهني من الحكومة. وأكو قوانين سياسية سيادية جيد تهم المكونات السياسية العراقية بقدر أهمية. ومن هذه القوانين عذرا عن المقاطعة العفو العام اللي بقدر هذه الأهمية التي تحظى بها من رئيس السلطة، صار له كثير من الزمن هذا القانون ما مر على الجهات المعنية، ما مر على حتى بكواليس مجلس الوزراء قبل أن يمر على مقاعد البرلمان للتصويت عليه. اللي أريد أقوله أنه يواجه مطبات ويواجه معرقلات قرابة 6 سنوات. هذه المعرقلات راح تظل حاضرة لو اتفاق إدارة الدولة هو حسم كل شيء والبقية بقى التفاصيل، لأن احنا حاليا نسمع كلام عن رفضه. أكو إرهابيين يراد إطلاق سراحهم، أكو مجرمين، أكو كذا كذا كذا، في حين جنابك والكثير يقولون لا، أكو كثير منهم سجنوا حتى غبنا وهو لن يطلق سراح فئة معينة من الناس، سوف يشمل الكثير من أطياف الشعب العراقي، بالتالي سيواجه عرقلة سياسية مثل ما كان يواجه سابقا برأيك؟ لا، وبالتأكيد يعني في عقبة، في مشاكل، في مخاوف يعني غير مبررة في موضوع المصادقة عليه وعملية التنصل بما يخص الاتفاق الذي جرى بين مكونات تحالف إدارة الدولة بتشكيل الحكومة. هذا التنصل جاء من قوة سياسية معينة ضد قوة سياسية طبعا، وهو هذا الأكيد يعني من الإطار التنسيقي اللي تنصل عن هذا الموضوع بعد ما طرحها المكون السني ممثل بكتلة السيادة. شنو المخيف به يدعو الآخرين للتنصل منه؟ أيضا هو أحرج الحكومة. والله يعني بصراحة وهذا يعني هذا الموضوع يعطينا مؤشر واحد أن القوة السياسية لا تريد الانطلاق نحو الأمام. القوة السياسية دائما في وسائل الإعلام تبعث رسائل التخويف عبر وسائل الإعلام وتخوف حتى المواطن المغرر به اللي دائما ما يقع تحت طائلة الدعاية والدعاية المضادة. ولكن هو بالحقيقة ينبغي أن يكون معلومة تطرح من وسائل الإعلام على أساس أنه هذا القانون لابد أن يشرع. أنا ما شايف به مخاوف. إحنا مبدئيا نتفق جميعا على أن الإرهاب الذي قتل العراقيين ينبغي أن يبقى بالسجن ولا نريد إخراجه. أولا إذا كان هو طرح من الجهات السنية القوى السنية السياسية، فأنا أقول أن جمهورهم هو من اكتوى بنار الإرهاب، والإرهاب يعني أول ما زحف على المناطق السنية أو الغربية وهو الذي هجرهم وقتل أبنائهم. وأتحدى أي واحد يقول أن هنالك عائلة سنية ما أصبحت منكوبة بفعل الإرهاب. فلماذا هذه المزايدة مثلا، أو لماذا هذا التخوف، هذه المخاوف، هو أنا هذا وصناعة اللي الخوف يعني هسه ممكن واحد يستفيد كدعاية سياسية انتخابية أنه يا جماعة انتخبوني أنا راح أطلع أولادكم، ويا محلها الدعاية جيد جدا، وهكذا الدعايات الانتخابية بالعالم، أنا أتوعد بشيء وأجي أنفذه وأوفي بالعهد. لكن تستخدم دعاية انتخابية أن هؤلاء إذا يطلعون راح يصير مشكلة بالبلد، أريد أعرف وين المشكلة. بالمناسبة عندك صدريين يطالبون بقانون العفو العام، عندك قوى أخرى أيضا تطالب بقانون العفو العام، ليس فقط قوى سنية وليس فقط شريحة سنية كانت يعني مظلومة بجريرة آخرين، فالجميع متضرر. فشنو المخيف اللي أريد أفتهمه؟ هذول 63 ألف سجين منهم كم واحد منهم بريء ينبغي أن يخرج من المعتقل اللي هو فيه أو السجن؟ يعني معلوماتي سيدي الكريم، معلوماتي أنه مو 63 ألف. يعني بعض المعلومات والبيانات التي طرحت من جهات رسمية
تقول 70 إلى 80 ألف، يعني أول مرة أسمع هذا الرقم 63، ولن اعتبر 63 ما يخالف، 63 هذا دولة هم قليل أيضا، ليس باليسير، شعب بحد ذات دولة، يعني ما معقولة أنه إحنا نترك هؤلاء الذي قتل العراقيين، نتفق جميعا على أن يبقى في السجن ولا نريده أن يتحرر حتى يعيد قتل العراقيين، لكن ما هو ذنب الذي عاش وأصبح في السجن بسبب يعني ظلمات المرحلة الماضية؟ السياسي هو الإنسان الواعي، السياسي هو الإنسان المثقف، السياسي هو الذي يبحث عن خدمة المواطن، وعندما يبحث عن خدمة المواطن إذن يبحث عن استقرار الوطن بإجمالا. السياسي هو الذي ينبغي أن تكون نظرته على امتداد الوطن، وعكس ذلك هذا ليس سياسي إنما هذا تعويق، هذا عمل تخريب وتعويق للتنمية التي تحصل في البلد وهي تحصل في كل بلدان العالم. المرحلة المظلمة السابقة نسبة كبيرة من السجناء اللي تم إعدامهم اللي الآن يقبعون في السجون لأكثر من 15 عام، كثير من عندهم كانوا من رجال المقاومة الوطنية التي قاتلت المحتل الأمريكي. هذا شلون أخليه بالسجن؟ هذا إنسان يعني ما تحمل أن يكون أن يرى الجنود الأمريكان موجودين في بلده، تنتهك سيادة بلده وأرضه، تتعرض إلى احتلال ويسكت. هذا هو المفروض يكرم قبل غيره. للأسف يعني كل شعوب العالم تكرم الذين يقاتلون الاحتلالات، لكن نسبة كبيرة من السجناء الآن موجودين لأنهم أبطال من المقاومة. زين. علينا أن نفرز ما بين الإرهابي وهذا الذي يتفق عليه الجميع أنه إرهابي قاتل ولكل الناس. وبالمناسبة جميعا أثرت نقطة مهمة، هو تعريفه تماما عن الشخص الذي وهو بعدنا بهذا الصدد أيضا بتعريف هذا القانون، من هو الذي يستحق، من الذي يستحق أن يعفى عليه ويستفيد من قانون العفو العام؟ إذا جنابك اطلعت على القانون هو لا يشمل نهائيا حتى الذين قاوموا، مثلا قاوموا المحتل وفق ما توصف جنابك، هو يشمل شيء كما يبدو عقد اجتماعي جديد، يعني عفى الله عما سلف، وهذا ينطينا إشارة أنه المستفيد منه مذنب. إحنا هيك راح نفتهمه، هو في الحقيقة مذنب؟ يعني أنا أريد أن أقول القانون حدد الذين تم الذين كانوا تحت طائلات المخبر السري، ظلمهم المخبر السري، والذين المخبر السري إما أن يكون لأغراض سياسية وإما أن يكون لأغراض عداوات شخصية. هذا أودع في السجن، هذا المفروض تعاد النظر في محاكمته. والقضاء العراقي حقيقة يتسم بالعدالة، والقضاء العراقي واجه عقبات وجبال من الضغوط السياسية، لكن أقول أن القضاء نجح وأصبح قضاء كنا نفتخر ونعتز به. لذلك على الفاعل السياسي في القوى الحزبية المعارضة أن تعطي المجال للحكومة، شلون تنجح الحكومة وإذا هي باقية تزيد من أعداد السجناء؟ الحكومة كل حكومة لها فلسفة ورؤية في إدارة الدولة. شنو علاقة الأحزاب بمشروع تعامل الدولة مع المجتمع؟ هذا هو جزء من المهام. لذلك أنا أقول هذا الموضوع الذي تواجد في السجن أو سجنة بسبب المخبر السري وبسبب بعض المزاجيات التي اعتبرت أن من يقاوم المحتل الأمريكي في ذاك الزمن عندما كان ينظر على أنه الجانب الصديق، هذا المفروض يعني خلص الحكومة هي تحدد موقفها من عنده، هذا الحكومة تحدد موقفها من عنده، وربما السياسي بالضبط، وربما يدخل في صدى ضغوطات دولية، تتدخل أمريكا، تتدخل سفارة، اليوم النشاط قوي جدا، لكن الأشياء اللي ما تقدر تتدخل بها جهات دولية هو إطلاق سراح الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري. هذول فقط إطلاق سراحهم، لو ينبغي تعويضهم
يعني احنا نرى في دول العالم المتقدم حينما يتضرر احدهم بسبب السجن يعوض او لاي سبب من الاسباب، اسباب عاديه بسيطه، هذا سوف يعوض لو فقط يتم الاكتفاء باطلاق سراحه عن طريق اقرار قانون العفو العام، ولا كانه حدث 13 سنوات يعني بوشايه مخبر سري. يعني واحنا عندنا بالحقيقه عندنا حاله ماثله، يعني جماعة رفحاء الآن متواجدين في دول غربية بالضبط، هذا ويتنعمون والآن يعني يأخذون رواتب مضخمة. يعني كل ما يولد طفل جديد، كل ما يتزوج وتأتي المرأة، هذه طبعا مبالغ مضخمة. طيب أنا هذا اللي تحت وشاية المخبر السري، ليش أنا ما أروح أخذ الحق من المخبر السري إذا كان موجود على الأرض العراقية وظلم عائلة، ما ظلم مواطن، ظلم عائلة كاملة، أطفاله تشردوا، تركوا على يقين تركوا المدرسة، زوجته يجوز الزوجة وعافت أطفاله، أو لربما انتابهم يعني تعرضوا للفقر، الفقر والمرض والعوز وإفرازات اجتماعية عديدة. هذا الدولة هي مسؤولة عنه. طيب ليش احنا نقول الدولة مسؤولة عنه لكن ما نقول الحزب المعارض على إطلاق سراح المعتقلين وفهم هذه التفاصيل العميقة عنهم من حمل مسؤولية؟ إذن علينا أن نحتكم إلى المنطق، المنطق القانوني والمنطق الاجتماعي والإنساني الذي يقول الحكومة هي معنية. أنا ما معني أنا شخصيا لا أنا ولا حضرتك، الحكومة هي معنية والقوى السياسية التي بصفتها هي التي شكلت الحكومة، أي حزب ما معني بالضبط. أنا أعتبر هذا تدخل، أعتبر هذا تدخل تدخل حزبي بعمل الحكومة في شؤون الحكومة، وهي لا تريد ومعوق لأداء الحكومة، لا تريد بالضبط الحكومة أن تنجح. لذلك هذا الموضوع يحتاج لإعادة النظر من قبل الأطراف التي تعترض عليه. يعني وشنو ذنبه أنت المعترض عندما تجد شخص بالسجن لو زرته وشفته أنه ما عنده شيء، ماذا تقول؟ راح تلور رقبتك وتتندم؟ لو أنت ما تريد يعني تحرك ضميرك وتعرف بأنه عائلة وشخص مظلوم، هذا اللي راح يبين دكتور فاضل، هذا اللي راح يبين بعد ما يوصل ويمشي القرار ويتم مراجعة المشروع ويصل إلى البرلمان، وسنرى حينها يعني هل سيقر، هل سوف يقرأ قراءة أولى وثانية أم لا، تبين حينها المعرقلات إذا كانت جادة أو لا. أشكرك جزيل الشكر دكتور فاضل البدراني، أستاذ العلوم الإعلام عفوا في الجامعة العراقية، شكرا لك مرة أخرى. في ملفنا الثاني مشاهدين الكرام، طعون المركز والإقليم في بعض بنود الموازنة يدخل تنفيذها في منعطف جديد رغم تأكيد عدم تأثيرها على إرسال حصة الإقليم المالية، فما الذي يحصل؟ لنتابع في هذا التقرير. ثلاث مواد من قانون الموازنة طعنت بها حكومة إقليم كردستان تتعلق بالمادة 11 والثانية عشرة والثالثة عشرة، كون أن تلك المواد تم صياغتها بطريقة غير دستورية وغير قانونية وبدوافع سياسية، هذا ما أكدته القيادات السياسية في الإقليم. التعديلات الواردة على المواد المتعلقة في قانون الموازنة بخصوص أقليم كردستان خلاف للاتفاق الحاصل كان سابقا بين حكومة الأقليم وحكومة الاتحادية، وهذا سبب رئيسي للطعن في هذه المواد المعدلة. طعون أخرى قدمها رئيس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بالمادة 12، مطالبا المحكمة بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تلك المواد لحين حسم الدعوة. ربما تكون الطعن من قبل رئيس الحكومة ببعض المواد في الموازنة ربما تكون تؤخر إرسال الموازنة، لكن على الحكومة المواد التي ليس فيها أي إشكالية أن تنفذها كما هي، وحصة الأقليم يعني معلومة ومعروفة يجب أن ترسلها. اللجنة المالية النيابية نفت أن يكون للطعن تأثير على إرسال حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، فالطعن لا يتطلب إصدار أمر ولائي لوقف بنود تلك المواد، وسيتم تنفيذها إلى حين اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارا نهائيا بشأنها.
الطعن المقدم من قبل حكومة إقليم كردستان لا يؤثر على حصته من الموازنة الثلاثية، ولكنه يتعلق بتسليم إيراداته النفطية وإيداعها في بنك مركزي وتسليم إيراداته النفطية عبر شركة سومو. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. أمر آخر يشغل الساحة الكردية، إذ أكدت المفوضية العليا للانتخابات في بغداد عدم إمكانية إجراء انتخابات إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، فيما أعلن الديمقراط الكردستاني إصراره على إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المقرر، في حين يلتزم آخرون الصمت تجاه هذا القرار. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. أنهت المفوضيات العليا المستقلة للانتخابات الجدل وأكدت أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن العملية معقدة وتحتاج إلى وقت من التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية، كما أنها لم تتسلم إلى الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد النهائي لإجراء الانتخابات في الوقت الحاضر. تصوري أن رد المفوضية رد سياسي وليس قانوني أو فني، باعتبار أن المفوضية بمقدورها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، خاصة وأن محافظات إقليم كردستان لا تكون فيها ولا تجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات. لذا أنا أرى أن العذر ليس عذر مقبول من قبل المفوضية. وحدد رئيس إقليم كردستان موعدين لإمكانية إجراء الانتخابات، إما في 18 من شهر تشرين الثاني أو في 18 من شهر كانون الأول من العام 2023 المتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات، داعيا المفوضية والأحزاب الكردستانية إلى الالتزام هذين الموعدين. معلوم بأن في إقليم كردستان أولا السيد رئيس الإقليم حدد يوم 18 أكتوبر انتخابات برلمان كردستان، لكن لدينا مشكلتين أساسية. المشكلة الأولى اللي جرى بأن هو تفعيل المفوضية وبخلافات على شرعية هذا القرار اللي صدر يعني بدون توافق سياسي، ولدينا مشكلة آخر اللي هو قانون الانتخابات نفسه. الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن من جانبه دعمه الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فيما التزم الاتحاد الوطني وحركة التغيير والعدل الإسلامية الصمت حيال الرسالة التي بعثها رئيس الإقليم للمفوضية الاتحادية بالإشراف على انتخابات برلمان الإقليم السادس. رغم تحديد موعدين لها من قبل رئاسة الإقليم لانتخابات برلمانية نيابية كردستانية تزامنا مع انتخابات مجالس المحافظات، فيما لم تعكس الاجتماعات بين الأحزاب الكردية أي اتفاقات مشتركة بشأنها. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. معنا الأستاذ علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل للنقاش حول هذا الموضوع. مرحبا بحضرتك أستاذ علي. حتى الآن الحديث الخاص بالطعون من قبل كردستان بالموازنة حتى الآن يبدو الأمور هادئة وباردة، لا شيء يتحرك على غرار الطعون التي قدمها أو ليس على غرار الطعون التي قدمها رئيس الوزراء، أيهما تؤخذ بجدية أكثر؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ عبد الرحمن وعلى مشاهدين قناتكم الموقرة أينما كانوا. بالحقيقة هذه الطعون كانت متوقعة، سواء طعون اللي قدمها سعادة رئيس الوزراء وطعون إقليم كردستان أيضا. المواد التي تتعلق بحصة الإقليم من الموازنة هي المادة 11، 12، و13، لأن هذه المواد بالحقيقة هي أفرغت من محتواها وتم صياغتها بشكل آخر منافية لكل الصياغات السابقة اللي جاءت بقانون الموازنة من قبل الحكومة، والتي تمت على أساس صياغتها على أساس الاتفاقات المسبقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. ولكن نرى بأنه هذه الصياغات الجديدة هي ملغومة وأيضا بها نوع من يعني جفاء اتجاه إقليم كردستان، وحتى اللغة المستخدمة هي لغة مستفزة. هذا الاعتراض كان واضح من خلال عدم التصويت على المواد 11، 12، 13 من قانون الموازنة. نعم، في الجلسة بوقتها. لكن نعم، لم يشاطر هذه الرؤية وهذا الرفض الديمقراطي الكردستاني، آخرون
صوتوا صح؟ هذا صحيح، هذا يدخل في ضمن المنافسة الانتخابات في إقليم كردستان، وهذه المواقف المتباينة مع الأسف الشديد. يعني هناك بعض الأحزاب السياسية تريد أن تصطاد في الماء العكر وتدخل في مسألة يعني تأجيل الانتخابات إقليم كردستان وعدم الموافقة عليها، إجراءها في الموعد المحدد. إيه هذا عندي ملف ثاني لهذا أنا سويت له بالبرنامج مع جنابك. إيه نعم نعم عندي ملف ثاني. هذا يدخل بس أقصد يعني في كردستان في أكو ناس يصوتون للموازنة مالتهم وأكو ناس يمتنعون عن التصويت في حين إيه هذا صحيح كلهم. هذا صحيح مو صحيح، البيت الكردي كله أستاذ عبد الرحمن مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد من صوتوا على الموازنة في إقليم من إقليم كردستان الأحزاب السياسية يعني حاولوا خلط الأوراق للإصطياد في الماء العكر والحصول على مكتسبات من خلال هذا التصويت لاستغلالها وتجيرها في انتخابات إقليم كردستان الذي سوف نتحدث عنه يعني كما أشرت حضرتك. فلهذا هؤلاء أضروا بالأهداف الاستراتيجية لإقليم كردستان من خلال هذا التصويت والجميع يعلم. وإلا ماذا يعني مسألة رواتب الموظفين تربط بالمركز، وهذا يعني يقلل من صلاحيات الدستورية للإقليم وأيضا صلاحيات الاقتصادية. أيضا مسألة أخرى يعني هناك المادة السابعة تقول بأنه إذا كان هناك خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ولم يعالج هذا الخلاف أو يحل خلال 15 يوم تقطع حصة الإقليم من الموازنة. يعني هذا لا يجوز بغض النظر من يكون سبب هذا الخلاف ومن يكون سبب تعنت في حل هذا الخلاف. يعني هذه رسالة تعتقدوها واضحة للإقليم بأنكم إذا خالفتم أي شيء سوف تقطع الأموال التي أرسلت إليكم. وبالمناسبة الأموال حتى هذه اللحظة ما متفق على طريقة إيداعها حاليا، طريقة إيداعها عبر هذا البنك اللي مشترك به سومو، هذا على اتفاق لو مو على اتفاق حتى هذه اللحظة مختلف. هو يعني لا، هو لحد هذه اللحظة مختلف، والاختلاف يزيد عندما لم تتوفر الإرادة. الإرادة إذا توفرت الإرادة السياسية بحل هذه المشاكل الاختلافات سوف تذوب وكل هذه المشاكل سوف تعالج. ولكن تبرز هناك أستاذ عبد الرحمن لا نخفي على أحد بأنه هناك جهات أساسية في العملية السياسية وخاصة داخل البيت السياسي الشيعي يريد نسف هذا الاتفاق ولا يريد التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان وتصفير المشاكل، الذي هناك جهات أخرى وخصوصا سيد رئيس الوزراء يريد تصفير المشاكل. يعني يعتبر مشاكل إقليم كردستان المزمنة والعالقة هي ضمن جزء كبير وأساسي من مشاكل العراق، فإذا تم معالجتها الحكومة سوف تتفرغ للمشاكل الأخرى. صحيح. ولكن هناك جهات سياسية تعمل بأجندة أخرى وتريد أن تبقى هذه المشاكل كي تصطاد في الماء العكر، وهي تعتاش بالأساس على المشاكل ولا تريد أجواء وبيئة هادئة وآمنة تفسح المجال للحكومة كي تستطيع القيام بعملها. هذه الجهات التي تتحدث عنها أستاذ علي تقول أنه كانت الذريعة الكردية أنكم تمنعون الأموال للوصول إلى الشعب الكردي في كردستان، والرواتب طبعا على شكل رواتب. الآن الرواتب تضخ إلى الأكراد في إقليم كردستان ويستلمون الرواتب أسوة بالمناطق الخاضعة تحت السيطرة الاتحادية، فأين المشكلة يسألون في ذلك؟ المشكلة ليس في الرواتب أستاذ عبد الرحمن، الرواتب هي جزء من المشكلة. المشكلة الأساسية إحنا إذا فقط رواتب الإقليم، هو إقليم يعني لديه صلاحيات دستورية وسياسية واقتصادية أيضا، ونرى كل هذا النمو العمراني في الإقليم تم بخلال جهود حكومات الإقليم المتعاقبة وخصوصا الكابينة الحالية. هناك إرادة تريد أن تعطل هذه العجلة بالحقيقة وتستغل مسألة الرواتب، وإلا مسألة الرواتب يعني إحنا نستطيع يعني سد قسم كبير من الرواتب بالموارد الداخلية، ولكن الهدف من هذه المشاكل هو إيقاف هذه العجلة. عجيب. لأن هذه العجلة بالحقيقة تظهر عورة الطبقة السياسية بأنه إقليم كردستان بأقل من 13% من الموازنة، والتي لم تصل بشكل مستمر استطاعت كل هذا البناء وكل هذا العمران وكل هذا التطور، وبالمقابل 87% من الموازنة في العراق والمناطق الأخرى تعاني من كل هذا الفشل الإداري. طيب. وفي الحقيقة
يعني هذه الإرادة هي واضحة وماذا تريد؟ هو أكو جواب لهذا الكلام. أنا كان بودي أكو معي أحد من القادة في الإطار التنسيقي حتى نتحدث، لكن الجواب المشهور عندهم أنه أخذنا في حين غفلة، هذه يعني فترة معينة نما فيها الإقليم بالعافية على الإقليم، لكن خلاص الوقت الحالي هو وقت الاتفاق ووقت القانون أنه الأموال الزائدة لا تذهب إلى الإقليم. حجتهم يعني يسوقوها بهذه الطريقة، لكن أنتم بالمقابل تقدمون طعون. الطعن مالكم راح يمشي تتوقعوا لو راح توقف أمام معرقلات سياسية مثل المعرقلات اللي وقفت في وقت من الأوقات. نتذكر حادثة السيد هوشار زيباري، تتذكرها، نتذكر قانون النفط والغاز وكيف وقفت الاتحادية بالضد من طعنكم، قضية مشهورة. يعني أستاذ عبد الرحمن، في نعم فيما يتعلق بكلام حضرتك اللي نقلته عن أحد يعني وجهة نظر الإطار، أنا أقول لك يعني هذا مثبت من خلال جلسات مجلس النواب. عندما كان السيد هوشار زيباري وزيرا للمالية قدم بالمستمسكات بأنه الحكومة الاتحادية مدينة لحكومة إقليم كردستان آنذاك 15 مليار دولار، لأنه حصة الإقليم من الموازنة لم تصل. فهناك حسابات وأرقام، يعني إذا كانت الإرادة متوفرة حل هذه المسألة بسيطة. ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية تقدم رقم أرقام وتحصي كل ما لديها في ذمة الإقليم، وديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كردستان أيضا تحصي كل ما لديها في ذمة الحكومة الاتحادية، وسوف يظهر هنا رقمين. هذين الرقمين، من هو المطلوب ومن هو الطالب؟ نستطيع تصفية هذه الأمور. هذه وأنتم أخذتم هذه القرار وهذه الدلائل بطعنكم أمام المحكمة الاتحادية، لكن سؤالي ستحدث هنالك معرقلات برأيك؟ هذا الكرة الآن في ملعب المحكمة الاتحادية. ايش تتوقعون من رد أمام المحكمة الاتحادية؟ يعني لهذا أنا قرنت لك سؤالي بحادثتين مشابهتين تقريبا، تعدكم ماضي مو كلش سعيد. نحن لدينا مع المحكمة الاتحادية تجربتين شوية مؤلمة، فايش تتوقعون؟ لدينا تجارب مريرة ومؤلمة في السابق، ولكن أيضا ما زلنا نتوسم بشيء من العدل من المحكمة الاتحادية. طعون السوداني بالمقابل هي التي ستمضي باعتبارها طعون تخص العراق وتخص قوت العراق ككل من الشمال إلى الجنوب لو طعونكم. هذا السؤال اللي بدأ يشغل شريحة واسعة من السياسيين، يقول لك ممكن طعون السوداني تقدم على طعون كردستان أو الديمقراطية. هي الطعون كل نعم الطعون هي ليس ديمقراطي صحيحا استاذ عبد الرحمن، الطعون حكومة إقليم كردستان، لانه الديمقراطي هو حاليا يقود حكومة إقليم كردستان وتنتمي حتى الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال يمارس عمله ودوره، يعني الاتحاد الديمقراطي والحزب الاسلامي الكردستاني وبقية الاصوات المعارضة حتى للديمقراطي الكردستاني تشاطركم الرأي في الطعون، صحيح؟ هذا الرأي هو رأي حكومة إقليم كردستان، حتى من يظهر خلاف هذا الرأي هو هذا غير صحيح، لأنه بشكل قانوني ودستوري حكومة إقليم كردستان منضم إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، هؤلاء يقودون حكومة إقليم كردستان بشكل أساسي وما زالوا شركاء أساسيين في حكومة إقليم كردستان، والوفود التي تزور بغداد ممثلة لحكومة إقليم كردستان وفود مشتركة تمثل كل هذا الطيف السياسي المنضمية تحت لواء الحكومة. فلهذا أنا بنظري حكومة إقليم كردستان طعنت، وأنا باعتقادي الأهمية لا تقل أهمية طعون الحكومة الاتحادية، صحيح يشمل يعني قوت الشعب العراقي بشكل كامل، ولكن أيضا الشعب الكردي هو جزء مهم وحيوي من الشعب العراقي، يجب هذه الطعون وهذه المخاوف تؤخذ بنظر الاعتبار. طيب الآن بخصوص انتخابات كردستان اللي ما راح تصير بالموعد المقترح من قبلكم، ايش راح تسوون بعد رفض المفوضية للوقت الذي أرسلته حكومة إقليم كردستان واقترحت وقت جديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد؟ يعني هو الموعدين الفترة بيناتهم 3 أشهر، ولكن حكومة إقليم كردستان ما زالت يعني تتمنى بأن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر 18 في نوفمبر الحالي السنة الحالية، وتزامنا أو بعد أيام
من خلال حكومة انتخابات المجالس المحافظات، وخصوصا في كردستان لا تجرى انتخابات مجالس المحافظات، تستطيع المفوضية أن تستغل هذا وتجري الانتخابات في نفس اليوم لمجالس المحافظات كأنه تجرى انتخابات مجالس محافظات في محافظات إقليم كردستان. ولكن من الناحية التقنية، ونعتقد هو القرار كما جاء في تقريركم هو ليس تقني وإنما قرار سياسي مع الأسف الشديد، ولكن ما زلنا نأمل هناك أطراف. شنو الغاية من إذا كان كلام سياسي؟ حقيقة البحة تكلمت ويا الأستاذ جاسم العيساوي عضو حزبكم، صحيح جاسم العيساوي في بغداد لو أنا غلطان؟ بلي بلي. قال إحنا بلي ماشين ويا قرار المفوضية العليا المستقلة الانتخابات في بغداد، ما عندنا مشكلة به. على ما يبدو وضح لي القرار فني مو سياسي، وإلا ثلاثة أشهر شو تريد تفرق؟ لا هو الثلاثة أشهر أستاذ عبد الرحمن أنا خلو أقول لك يعني هذه الأحزاب السياسية اللي حاليا مدى توصل في إقليم كردستان إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات، وهي كانت سببا في تمديد عمر البرلمان وحكومة إقليم كردستان العام. لماذا غير مستعدة لدخول الانتخابات وتحاول أن تؤجل الانتخابات قدر الممكن ولو يوم واحد؟ هذه الأحزاب يعني اتعظت وعلمت بثقلها الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية الاتحادية، خسرت كثير من مقاعدها. حاليا تحاول لملمة أمورها وتأخير الانتخابات وتأجيلها بشتى الطرق والوسائل والمبررات الغير منطقية، لأنه بالحقيقة يعني كان من المفترض هي إذا تطالب بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية بعد ما تم تشكيل الحكومة والبرلمان بعد الانتخابات، هي لديها ملاحظات وتعمل منذ ذلك الوقت على تغيير القانون ويعني انتخاب مفوضية جديدة وتشكيل مفوضية جديدة، وليس بعد انتهاء عبر الحكومة بعد 4 سنوات تدخل في هذه المتاهات. فهذه معروفة، ويعني الإنسان اللي يعرف بألف باء السياسة يستطيع أن يفك هذه الشفرة. والواضح هؤلاء والواضح في القضية أنه كأنما بغداد تسمع للآراء المعارضة للديمقراطي الكردستاني، القضايا المتعلقة بالطعون، القضايا المتعلقة بتأجيل الانتخابات إلى آخره، رغم أنه الديمقراطي المفروض هو الحزب الأكبر. غريبة لو لا لا هي أكو قسم أنا أقول لك من الطبقة السياسية في بغداد تحاول اللعب على هذه الخلافات، وهذا على مستوى يعني استراتيجية بعيدة المدى، ويضر في بغداد أيضا. يعني إذا إحنا لعبنا على الخلافات، حكومة إقليم كردستان تلعب على الخلافات اللي موجودة في بغداد، وبغداد تلعب على الخلافات اللي موجودة في إقليم كردستان، هذا لا يخدم مصلحة العامة والاستقرار السياسي في البلد. فلهذا أنا أقول لك ليس كل الطيف السياسي والطبقة السياسية في بغداد، وإنما قسم، وهذا القسم هو معروف يعني بشتى الوسائل والطرق يحاولون خلق هذه المشاكل، لأنه هي بالأساس لا تمثل الأجندة الوطنية، هي تمثل أجندة معروفة وتحاول العبث في المشهد السياسي في العراق سواء في إقليم كردستان أو في بغداد، لأنه هي تعتاش بالأساس على المشاكل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معنا في هذا البرنامج، أشكرك مرة أخرى. في محورنا الأخير مشاهدينا، حيث تتواصل ردود الفعل المنددة بهدم جامع السراجي ومنارته التاريخية رغم خفوتها التي بنيت هذه المنارة منذ 3 قرون، ومحافظ البصرة كشف عن وجود تنسيق مع مديرية الوقف السني سابقا في المنطقة الجنوبية قبل تنفيذ قرار الهدم، وسط تخوف من قبل ناشطين من هذا القرار. تتواصل ردود الفعل المنددة بهدم جامع السراجي ومنارته التاريخية التي بنيت منذ 3 قرون، ثاني أقدم منارة في البصرة وواحدة من أقدم المنارات الأثرية على مستوى البلاد، إذ وصفها كثيرون بأنها أكبر خسارة يتكبدها التراث العراقي منذ نصف داعش الإرهابي للمنارة الحدباء عام 2017. محافظ البصرة أسعد العيداني حمل مديرية الوقف السني في المنطقة الجنوبية المسؤولية كاملة، كاشفا عن وجود تنسيق مع المديرية قبل تنفيذ قرار الهدم. أبلغنا الوقف السني في محافظة البصرة قبل أسبوع من عملية الهدم،
وأبلغناهم أنه يزيلون هذا يعني عفوا يفرغون الجامع من المقتنيات ليتسنى لنا هدم الجامع لنشرع بعملية بناء هذا المسجد للأخوة المؤمنين. الوقف السني قبل أسبوع أنا مبلغهم وبلغونا أنه تم تفريغ المسجد وبإمكانكم أن تبدؤون بعملية الإزالة. وتقول الرواية إن تطور المدينة بما فيها من مشاريع الإنشاءات وناطحات السحاب متوقف على هدم الجامع التاريخي، ولأنه زمن العراق وزمن الدقة والعمل كان قرار الهدم أمرا لا مفر منه لتوسعة الطريق السياحي بعيدا عن مستنقعات النفايات والعشوائيات التي تضج بها البصرة. وبينما يتصدر هذا الحدث المؤسف مواقع التواصل الاجتماعي، يتخوف ناشطون من أن تطال هذه الأعمال البربرية مواقع أثرية أخرى في بلد يحفل ببصمات حضارات متعاقبة وآثارها التي يئن أغلبها تحت سياط الإهمال. نناقش هذا الموضوع مع الباحث والمؤرشف الآثاري الأستاذ صباح السعدي. مرحبا بحضرتك أستاذ صباح. على ما يبدو القضية التحرش بالآثار العراقية بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، عن طريق الإهمال والجهل وسمه ما شئت، أو بطريقة مقصودة أحيانا، يعني مضالع على 20 سنة تقريبا، أكثر من ذلك حتى كان سابقا أكثر من ذلك بقليل، لكن الأمر شغال، يعني الموضوع لم ينسى. الخوف الآن من نسيان مثل هكذا أعمال، تردنا أحيانا اتصالات وكلام وأخبار أنه حتى اللجان أو الهيئات المعنية بقضية الآثار تقول يا جماعة عن قضية منارة السراجي خففوا حديث، والمسؤولين بالآثار لا يطلعون يتكلمون يطون إفادات أكثر. هذا الشيء ينطيك تصور عن هذا الجانب اللي على ما يبدو فعلا انتقل من مرحلة الإهمال إلى مرحلة تعمد في الإهمال، لا أعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. أكيد طبعا السيد المحافظ لما أنطى شعار الوقف السني يعني بإزالتها وتهديمها، المفروض السيد المحافظ يكون عنده يعني رأي آخر، يعني ما يأيد رأي أنه إزالة هاي المنارة. أكو شو هواي حلول، يعني كان المفروض الطرق الفنية أو أكيد هي محافظة البصرة بها فد فريق هندسي أو فني أنه يسوون فد مجسر أو فد ترتيب أو نفق، المهم ما يمر عبر هاي المنارة التاريخية اللي بنت بالعام 1727 عمارة السراجي. أخي العزيز، هي بس منارة السراجي، احنا خسرنا هسه أثر. ليش؟ قد هسه أكوش منار موجودة هي معرضة أيضا سواء بالظروف الجوية أو عدم الاهتمام بها أو عدم. أكو إحصائية أستاذ صباح؟ على سبيل المثال عمارة شهاب الدين عمر السهروردي حاليا هي صار لها من 4-5 سنوات محالة إلى الشركة وخالين السكلف ومتروكة. عندنا أيضا منارة جامع الفاروق في هيت أيضا معرضة للانهيار في أي لحظة. عندنا أيضا منارة المعمورة تبعد عنها بحدود 5 كيلومتر، وذن المنارات طبعا بالمناسبة أقدم من منارة جامع السراجي، لأنه هذين كان بالأساس هن فنار لتراقب السفن بالفرات، ومن دخل الإسلام للعراق تحولت إلى مسجد منارة هيت كانت فنار. يعني نتحدث عن آثار وصروح تستحق أن تدخل في دائرة اهتمام اليونسكو، باعتبار اليونسكو يقول ما يمر عليه 100 عام هو يدخل في دائرة اهتمام اليونسكو. لكن عدم الاهتمام بهكذا صروح وانت تعدد أكثر من قضية السراجي، شو ينطيك انطباع؟ بالمناسبة حتى لأن منارة موجدة أو منارة موجدة في صحراء كربلاء هذه أنا صورتها، طبعاً دا أحكي لك عليهم كلهن أنا ذني مار عليهن ومصورهن وموثقهن وناطي بهن مناشدة. بالمناسبة طبعاً منارة موجدة في صحراء كربلاء القاعدة مالتها منتهية، إحنا لو يعني ذاك الشتاء أنا قلت يمكن راح تنتهي من السيول لأن مضرت مرة مضرت. هذا الشتاء القادم يعتبر منارة موجدة حالة حال منارة أم القرون اللي هي بطريق الحج البري اللي ما حد عار لها اهتمام وسقطت طبعا، لأن يعني من فوق مستوى المنارة أوكي، ولكن القاعدة مالتها تنهار تتجرف. وهذا المخيف. هو هذا المخيف، احنا بعدين من توقع راح يصيحون والله شلون هذه ما حد قال لنا ما حد كذا. لا اكو شوية هسه آثار، يعني اكو حول بغداد أطراف بغداد عندك
جامع السادة المشاهدة مثلا هذا مهمل، العفو شو اسمه، خان السادة المشاهدة مهمل، عندك خان بني سعد كلهم يحيطون ببغداد، عندك خان المحمودية هذين خانات يحيطون ببغداد وكان خانات للمسافرين. هو كل تقريبا الآثار اللي موجودة والأثرية هي تعاني الإهمال، من يصير عليها مثلا تغيير أو تسقط أو تزال أو كذا يقبل الإعلام عليها. زين احنا ليش مو من البداية؟ طيب هو أكو قانون من عارج هاي أستاذ صباح، أكو قانون يعاقب كل من تجاوز على المواقع الأثرية، وبنفس الوقت أكو قانون يوجب بالاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وفعلا بعض المواقع الأثرية يعني فيها يعني موجود فيها نوع من الاهتمام، لكن شنو يعني؟ لأن الآثار كثيرة جدا في العراق لا تستوعب الدولة أن تهتم بها جميعا. طيب قانون موجود أستاذ، أنت ليش جامع السراج أكوش بالقرب من عنده في أبو الخصيب قصر مال مش اسمه طالب النقيب، طالب باشا النقيب، قصر طالب باشا النقيب مساحته بحدود 2500 متر. تعرف هذا في التحفة معمارية وفدريازة هندسية بي، وهاي الدلقات البصراوية اللي بي يعاني الإهمال. يعني هسه هذا قصر باشا النقيب اللي هو كان مرشح لأن يكون ملك، كان ينافس الملك فيصل الأول على حكم العراق، طالب باشا النقيب. تعرف هو هم قريب من منارة من جامع السراجي، ما حد واصل أصلا. أنا رحت طبيت صوريت أكو بيه حارس واحد، لو تفوت بهذا المكان كل دول العالم تتمنى عندهم طابوقة من عنده على البناء هذا. طبعا بيت للخدم، بيت للطعام، بيت للضيوف، بيت طالب معروف يعني باب الخصيب، قصر باشا طالب النقيب، يعني باشا طالب النقيب. فما يعني هو يكوش عندنا هنا هسه منطقتنا ببغداد، منطقة الميدان جديد حسن باشا، تعرف 85 أو 80% من الأبنية التاريخية فقدتها هذه المنطقة لعدم الاهتمام، عدم المراجعة، عدم يعني يتحايلون على القانون يا اما البناء الاثري يحرقوه او يسوون يعني ترتيب ويا الامانه، وبعدين بالنتيجه يجي الشفال ويشيلها. مدن قديمه وزيلت، الكاظميه مدن قديمه حول العتبه الكاظميه وزيلت مش بالشفالات، حتى من شالوا هاي البيوت القديمه من الشناشيل والدلقات، ما شالوا اول مره يعني الشناشيل مثلا شالوها، شالوا الدلقات، شالوا الشبابيش على اساس انه بالمستقبل انه ممكن يبنون مدينه قديمه، وعلى اثرها فقدنا اهميه كبيره لها علاقه تتعلق بالسياحه، سواء الشناشيل بالبصره او الشناشيل بغداد او قصر النقيب اللي تتحدث عنه او المئذنات اللي شارفت على الانهيار او غيرها. لكن سؤالي، ممكن تلافي هذا الامر لو خلاص اللي صار صار؟ استاذ انت يوميا هذه راح تصير، احنا عندنا نفس الحاله ونفس المناشدات وناس ليش وما ليش. أنا أقول لك إنسان ده أعرض قدامك، أنا باحث ومفتر كل هاي الخانات والمناطق القديمة والمساجد كلها غالبيتها تعاني الإهمال أو أكو شيء مهم كلش اللي ما حد يتطرق، لأنه حتى إذا يصير ترميم وماكو شركات أجنبية مثلًا شركات هي إلها باع في مجال التراث والآثار يجيبون، يا أخي شركات مو شغلتهم. أنت ما يصير تجيب مكان أثري تجيب شركة عادية تجيب تبني جسور أو تبني مجاري تجيبها تشتغل مكان أثري، ما ممكن يا أخي. هذا بناء قديم يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى قضايا هندسية، قضايا علمية، قضايا فنية، يجيبون الشركات ترقع، المهم الفائدة، المهم قد يخلي بجيبه ويروح. واي من يعني ما نقدر نحكي على الهواء، واي أمور إحنا نشوفها قدام عيننا بس للأسف بس ألم وقهر وش ما يعني ماكو أي حلول. يعني عسى الرسالة تصل وعسى الأرشيف اللي تبنيته جنابك وجمعته يعني يصل ويحظى باهتمام المسؤولين على الأقل في المناطق التي تشهد انهيارات، يعني مو هذه المناطق اللي ممكن تحتمل بعض الآثار، تحتمل ظروف جوية سيئة، لا نتحدث عن مناطق معرضة للانهيار مثل المئذنة اللي قبل قليل تحدثت عنها تتعرض للانهيار من القاعدة. أتمنى تزور أنت قصر محمود الرحباوي في طريق الحج البري القديم. والله الحج البري القديم يا ريت في يوم من الأيام نسوي لنا جولة ونسلط الضوء مع جنابك أستاذ صباح الأسدي الباحث والمؤرشف الآثاري. أشكرك جزيل الشكر لانضمامك معنا. هذه نهاية حلقة برنامجنا مشاهدين الكرام عين على الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.